السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني حاجة مليحة، يعني وين الجزائر يعني وين غادي دير حاجة مليحة، وين يعني استقبال يعني وين تستعد وين يعني إنقاذ بعض المنتخبات الإفريقية، وتستعد يعني لاستقبال بعض يعني المنتخبات الإفريقية من أجل يعني الناس اللي ما يكونوا مانعين عليهم ما يلعبوش يعني في ما يلعبوش في بلادهم، يعني كما دارت المغرب أنقذت الاتحاد الإفريقي من مأزق كبير، يعني دارت كاليفيكاسيون كوب دي موند عندها، كاليفيكاسيون كوب دافريك عندها، المغرب دارتها. على احنا فين نديروها؟ عندنا لي ستاد الحمد لله يا ربي، راه عندنا تاع وهران، عندنا مام بالعباس، عندنا مام الصغاليم، عندنا مام سيك، او نحسبوهم ساهلين. عندنا بالعباس، عندنا وهران، عاود روح منا، عندك اسمها مستغاليم، عندك سيك، روح عندك غيليزال، تي طالع بها خمسة، بليده ستة، براقي الدويرة ستة سبعة ثمانية، سجوي تسعة، عشرة حداش، بجاية اثناش، تيزي وزو تلطاش، تلطاش ملعب صاحبي، تستقبل لافريكا كاملة تلعب لهنا ساعة كاين مقلوب، كل جروب تعطيه ستاد، عليك ستاد، روح بيت تجيب طيارة ها ولا كار، عيطو لنا نجيبو لكم كار نروحو نلعبو، ها راه لوطيل وين راه عارف. كتاك مهبول هذاك بلا ما نقول، حنا ماشي باغيين نزيدو نكسرو، ندخلو تيارت وندخلو غير مع سعيدة ومعسكر، هادو لي ستاد تبناو 84، هادو لي ستاد تبناو 84، نوجدو فيهم يعني كيما تاع قسنطينة وتاع النابة هادوك تبناو يعني باش نوجدو بيهم الكأس إفريقيا 1990. هذو لي ستاد وجدنا بيهم، دخلنا حطينا بيهم ملف هذو باش يكون على بالكم جماعة، هذا مكان. وين تتجه الجزائر نحو احتضان مباراة الكونغو الديمقراطية وموريتانيا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المزعم إجراؤها بالكوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024. وكشفت تقارير إعلامية أنه بات من المؤكد إقامة مباراة المنتخب الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، هذه المواجهة التصفوية خارج الكونغو بسبب عدم وجود ملعب يوفي بمعايير المطلوبة من طرف الاتحاد الإفريقي لاحتضان التصفيات القارية. وذكر الموقع الكرة بأن من المرجح أن تكون الجزائر هي المرشح الأول لاستضافة مواجهة المرتقبة، خاصة بعد إعجاب الكاف بمرافق ومنشآت والتي تحوزها الجزائر من خلال يعني بطولة الشان. يعني هي مليحة، حنا سمحوا لي كنت نهضر، نعاودوا نولوا حاجة مليحة هذه وين عندنا ملاعب، يعني ما علاه نقول لك منافسة مليحة، علاه نقول لك باللي لي ستاد ملاح، علاه نقول لك حنا ماذا بينا منافسه بين الدول، يعني بين ثلاث بين تونس الجزائر المغرب، وتكون كاينه منافسه. علاه هذه مليحه لنا حنا الشعب، ماذا بينا مليحه لنا حنا الشعب، حنا وصحيح ماكم هذو صوالح كاع مليحه لنا حنايا، هماكم ها راهي ديجا دروك غادي تجيك تاع الكونغو لهنا، تجي كونغو غدوة إن شاء الله تولي كاش بلاد ولا لي ستاد تاوعها، نقولو حنا المالي، نقولو حنا النيجر، نقولو موريتانيا، نقولو تجي يقولك لهنا. علاه المغرب ما ردتش لافريك بعد تاع ايبولا؟ كاع لي بارتي لعبوا عندها، كاع لي بارتي لعبت عندها، كاع لعبوا عندها، كاع شعب المباراة نظمتها عندها، حاجة مليحة هادي، فايك مليحة لنا. وكشف التقرير الإعلامي أن بات من مؤكد إقامة مباراة المنتخب الكونغو الديمقراطي وموريتانيا، هذه المواجهة التصفوية خارج الكونغو، بسبب عدم وجود ملعب يافي بمعايير المطلوبة من طرف الاتحاد الإفريقي لاحتضان تصفيات القارية. وذكرت يعني بأن من المرجح أن تكون الجزائر هي المرشحة الأولى لاستضافة المواجهة المرتقبة، خاصة بعد إعجاب الكاف بالمرافق والمنشآت والتي تحوزها الجزائر خلال بطولة الشان، حاجة مليحة. ويندرج اللقاء ضمن إطار المباريات الجولة الثالثة
من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة شهر مارس القادم، حيث يتصدر المنتخب موريتانيا المجموعة برصيد 4 نقاط. ويذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجه دعوة لكل الاتحادات الإفريقية والتي فشلت في اعتماد ملاعبها لدى الشاف يعني للعب على أراضيها. الحمد لله يا ربي، احنا يا ضربك انت راه عندك عندنا لي ستاد، هذه ماشي كذبة ولا لا، عندنا لي ستاد. نقولوا واحد قال لي المغرب، واه المغرب فانك عندها لي ستاد، فانك ما شاء الله المغرب علاه نقولوا باللي عندها لي ستاد؟ علاه المغرب يا جماعة انتم راكم على بالك تنساو المغرب ترشح لكأس العالم 2010، يعني ما ترشحش يعني باكية تاع الدخان حاطها وقال لك هذا ستاد. ترشح كانوا عنده لي ستاد، كان عنده كان على بالك مرافق يعني 2010 ترشح على هاد، ترشح في 2010 وعاود ترشح يعني ترشح في 2010 جاب لي بيت ملاح داتها صح جنوب افريقيا، وزاد ترشح تاع 2026 اللي جاتها الامريكان. اللهكم اودي او تنساو هذا كي ترشح تما راه حط يعني راه كيقبلوا له الملف تاعو في الفيفا، يعني شافوا الملاعب عنده ملاعب هما نحقروش، هما تحقرشي حنا الملاعب تاعنا حنايا هذو كاع هذا الدوره اللي غادي تندير وغادي يجيبوا لهنا لي زيكيب ديال هذو كاع اختبارات، هذو كاع اختبارات الملعب للعشب الطبيعي الاخرى هاكتو حنايا. مالكم يا ودي يا صاحبي، لازم شويه خدمه ولازم مازال انا نقول لكم يعني. ويندرج لقاء ضمن، ويذكر ان الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وجه دعوة لكل الاتحادات الإفريقية التي فشلت في اعتماد ملاعبها لدى الكاف للعب على أراضيه. وكما هو المعلوم فإن أمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون ماسونغو الذي يتولى منصب رئيس لجنة معينة للملعب الشان ينحدر من الكونغو الديمقراطية، وكان قد أبدى إعجابه بالمرافق التي تمتلكها الجزائر. يعني حاجة مليحة سبحان الله، هذه تفرح، هذه تفرح سبحان الله، هذه حاجة مليحة. ناس نلعبو شوبير نهار السبت، 8:30 8:30 نلعبو خويا. يا ودي حنا يا ودي الله صاحبي، حنا المغرب كيما نقول شوف روح نقول لك روح حنا المنافسة هذه ما نعتبروش يعني في الرياضة، لازم نكونوا عاقلين ونكونوا نخمو مليح. دروك حنا في الرياضة كيما هكا، أنا المغرب ما نديرهش عدوية، نديره منافس. يعني هو يصنع لي ستاد، أنا نصنع لي ستاد، هو راه يستقبل لي زافريكا، أنا باغي نستقبل لي زافريكا، يعني نعاندك ندير كيما نتايا ولا ما نبانش كاع. هذه هي خويا، ماشي قضية دروك أنا نكرهك عليه أنت عندك ستاد أنا ما عندي ستاد. لا 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 لا، لازم واحد يهدر الحقيقة، واحد لازم لنا نخدمو فانيك، ما نبقاوش نشوفو دارو ما داروش دارو ما داروش. يا خويا أنا نحوس ندي من عنده الإيجابيات، هو عنده لي ستاد أنا ندير لي ستاد، أنا غطيت هو غادي يقولك أنا نغطي، غادي يصنع ستاد أنا فين نصنع ستاد، مستشفى فانيك. نتمنى حاجة يعني كي الجزائر كي المغرب كي تونس كي مصر، نتمناو حاجة فانيك كيما راكم تزينوا يعني ولي ستاد شابين. هذه كاع رسالة للجزائر، للمسؤولين الجزائريين، مسؤولين مغاربة، مسؤولين يعني في تونس وفي مصر، كيما راكم تخمو تزوقوا لي ستاد، نتمنى يعني المستشفيات والمدارس، المستشفيات والمدارس كيما راكم تحوسوا يعني ديروا اكاديميات وباش المدارس فانك. هذه اللي نقول لكم، فانك المدارس يعني ما ننساوش روحنا، ما ننساوش روحنا. هذه يا خويا لازم لنا خدمه، لازم تخدم ماشي بالريح، او لازم خدمه لازم ماشي الريح خويا، لازم داي دايا هذه باش يكون على بالكم بها.
نقولكم لا تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتكم.